قولي نقشة عمتي. هيا شبكي شو فيها يعني؟ شو فيها؟ بدك روح على البيت لحالي؟ لك أبي محرم علي امشي خطوة بدونها. طولي بالك بعدين ليكني واقفة معك أنا. أمل 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 ليكي هنيك عم يتطلع عليك. مين؟ ليكي قطع عمرك شو غشيمة هداك الشب؟ طلعي فيه شفتيه؟ طلعي فيه مزيله شي غمزة لك. روحي حاكي بجنن روحي حاكي. شو حاكي؟ روحي انتي حاكي. يا الله وين عمتي؟ انا كنت حاكيته بس انا عندي حبيب حده يقبر قلبي يقبر قلبي هو حكيته شو بحبه. بس ليكي هذا كربوش هو. والله ما يترقبي انك عم تشوفي حده وتطلعي معه لحتى يقلعهم الشغل دغري. اي وشو بدي يدري لابوكي اذا ما انتي قلتي له؟ اليوم ما عدته بالجنينة بدي روح شوفه. ما بتخافي حدا يشوفه؟ اي شوفي يا شو عم بعمل عملة يعني الحب حرام؟ لا مو حرام ستي. والله ما بعرف. ليك عم يطلب رقمك. بدي رقمك اه؟ بس انا ما عندي موبايل. تضربي في وحدة بعمرك ما معها موبايل. خلص انا رح ساعدك حبيبتي. شو بدك؟ عمتك اجت. بعت لي حمى تاخرت عليكي معي. ايه والله يا عمتي ما كنت عارفه شو بدي اسوي. والله يا خالي قلت لها انا بوصلك بس هي ما رضيت. لا منيح انا منبهة عليها ما بتتحرك لاجي اخذها. يلا يلا امشوا. ايه خالي انا ما فيني انا ماما وصيتني على كم غلط فرايحه اجيبهم. يلا مع السلامه. ايه مثل ما بدك. يلا عمتي يلا. قلي بصراحه ليش عم تيجي كل يوم والتاني يعني مشان مين؟ صراحه انا عم بيجي كرمال فيك. امان اسمها امان. ايه اسمها امان. هلا انت شو حاسس انك بتحبها شو؟ ايه بحبها بس ما بعرف كيف بدي احكي معها. خلص شو بدك انت انا رح ساعدك. كيف؟ خد سجل رقمك على موبايلي. يعني انت رح تخليها تحكي معي؟ خلص رح خليها تحاكيك. صحي شو اسمك؟ انا سعيد تفضلي. وانا رباب. تشرفت. يلا باي. الله معك.